نستفدو صحيا من الصيام. في شهر رمضان تنقومو بما يسمى لو جون سيك، يعني اننا تنمتنعو على الاكل وايضا على الشرب لواحد المده زمنيه اللي كتختلف من 12 ساعة حتى 17 ساعة أو أكثر على حسب رمضان فاش جا من فصل. خلال هذه المدة الزمنية ديال الصيام الجسم تيرتاح من عملية الهضم وتبدأ يتفرغ لوظائف أخرى كتنقية الجسم من السموم اللي تراكمت على مدار السنة، وأيضا تيرتاح الجهاز الهضمي وكيجدد الخلايا ديالو ديال الأمعاء وديال المعدة. ايضا الشخص اللي صايم تيقوم باخذ الطاقه من المخزون ديالو ديال الشحوم اللي تراكمت حول البطن او حول الاعضاء، وبذلك تقدر يحارب السمنه وكيكون وقايه من مرض السكري ومن امراض القلب والشرايين.